شكرا دكتور الرئيس، كل عام وسيادتك بكل خير. زي ما سيادتك قررتوا في اللجنه برئاسه معاليكم، ان شاء الله بنقول للشعب المصري كل عام وهم بخير. ان شاء الله احنا خدنا بالحل الوسط حفاظا على حياه الناس ومعاتا للظرف الراهن، وزي ما سيادتك قررتوا في اللجنه ان شاء الله هيتم التنسيق مع الهيئه الوطنيه للاعلام لنقل شعائر صلاه العيد من احد المساجد بعدد محدود جدا تصح بهم إقامة الصلاة، سواء من العاملين بالمسجد أو العاملين بالأوقاف، ولن يفتح للجمهور من مسجد واحد فقط تقام منه صلاة عيد وتبث عبر الإذاعة والتلفزيون المصري، وسيسمح للمساجد فقط بنقل كما سمحنا بقرآن الفجر وقرآن المغرب بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل التكبيرات فقط دون السماح بالتجمع، لا للتكبير داخل المسجد ولا لأداء صلاة العيد حفاظا على الناس إن شاء الله. وزي ما سيادتك أكدت إن شاء الله نعمل خطة بكل دور العباد إن شاء الله وتتعرض في الوقت المناسب إن شاء الله، لكن هذا ما يتم إن شاء الله بشأن العيد. وشكرا لمعاليكم ولمجلس الأمناء. شكرا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين ولكل الشعب المصري يا رب، وبإذن الله يعني تكون يعني مناسبة عيد الفطر بإذن الله مناسبة يعني تحمل كل الخير والبهجة والسرور للشعب المصري. شكرا لحضراتكم.